هي مباراة الفائز فيها والمهزوم منتصر، لأنها مباراة أخوة، مباراة صداقة، والشعب الصحراوي له الشرف أن يؤسس منتخبه الوطني على أرض الشهداء ومكة الثوار الجزائر. ونشكر الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية على حسن الضيافة والأخوة. نشكركم على الاستضافة لأول مباراة تقام في الجزائر العاصمة مع المولودية، منتخب عريق، ونفتخر بزاف كثير جدا بأن اتاحتنا الفرصة أن نتلقاو مع أحبابنا ونستضافوا معهم أول مباراة قامت في أفريقيا. هذه مباراة تاريخية في تاريخ، تبقى للتاريخ بين الفريقين الجزائري والصحراوي، وهذه المباراة يكتسب منها الفريق الصحراوي مهارات جيدة من أخيه المنتخب الجزائري. شكرا لكل وسائلنا. هذا بالنسبة للشعب الصحراوي هو حدث 20 مايو 50 سنة تخلد على مستوى مخيمات العزة والكرامة، وها هو الشعب الصحراوي يخلد هذه الذكرى هنا في هذا الملعب، ملعب مانسيل مانديلا، ملعب الحرية، ملعب الكرامة في الجزائر، في العاصمة الجزائرية مكة الثوار.